اتأخرت يا حمزة، قلت لك مين اللي هيتقتل وامتى وبرضه ما قدرتش تمنعني. كنت فاكرك احسن من كده، بس معلش تتعوض المرة الجاية. المرة الجاية ازاي يعني؟ هو انت فاكر ان احنا كده خلصنا؟ ده احنا لسه في الاول خالص. احنا هنلعب يا حمزة لعبة هتخليك تدفع تمن كل اللي عملته واكتر. سليم، هو تفتكر ان انا ممكن اسمح إيه؟ لك ان هتعمل لي ايه؟ انت نسيت ان انا مت خلاص؟ شهدائنا الطاهرة فداء للوطن. هذا بتردش ليه بس؟ ما بتردش ليه يا حبيبتي؟ اديله وقت، وجايز يكون مشغول. هو جايز يكون حصل له حاجة، انت مش شايف اللي حصل؟ ايش عرفك ان هو كان هناك اصلا؟ امال ليه مش بيرد؟ ابعتي له رسالة، هو اول ما يشوفها كده هيتصل. لا ده مش حل، لو قادر يرد كان رد اصلا. بقولك ايه، قوم البس يلا ايمن عشان هنخرج. استني استني، هنخرج نروح فين دلوقتي؟ هنروح له. يلا ايمن، يلا يلا طيب. وبعدين ايه العمل؟ مش عارف، بحاول الاقي حل ومش لاقي. يبقى خلاص زي ما قلت لك قبل كده، ما تسافرش، خليك هنا ونتجوز. ما ينفعش، مش بمزاجي ده بالامر. بكره الصبح لازم ابقى واخد شنطتي وطالع على سوهاج. طيب واحنا واخرتها يا حمزه؟ ما زي ما قلت لك يا غيده، يعني الاجازه اللي جايه نتجوز وتيجي معايا هناك. مش هينفع، انا مش هينفع اسيب شغلي، مش هينفع اسيب حياتي واروح اعيش سنتين في الصعيد. انت اصلا مش هتكون فاضي لي. انت ليه مش عايز تفهمني يا حمزه؟ وانت ليه مش عايزه تفهمي ان مش هينفع ان انا اتجوزك واسيبك هنا وانا في بيت وانت في بيت؟ يبقى خلاص ارفض النقل، خليك عايش هنا معايا، وانت هنا شغلك كويس. شغلي شغلي وحلم حياتي ان انا اتنقل امن الدوله، والفرصه جت. بس احنا كل مشاكلنا من يوم ما عرفنا بعض بسبب شغلك ده. غدا، انت عارفه انا بحبك قد ايه، سأرجوكي ما تخيرنيش بينك وبين شغلي. أنا مش بخيرك يا حمزة، بس واضح إنك خلاص اخترت. لو عايز تسافر سافر، بس انساني وأنا كمان هنساك وانسى كل حاجة كانت ما بيننا. غدا، الوزارة مقلوبة، أول حاجة هيدوروا عليها كبش فدا. طب وحمزة سعادتك محدش يعرف راح فين من ساعتها؟ حمزة، سليم كلمني في التليفون. Thank you.
كلمك ازاي يعني؟ هو انت مش شفته بعينيك وهو متعلق قدامك في حبل المشنقه؟ مش عارف، بس انا متاكد ان هو اللي كلمني، ومتاكد ان هو اللي قتل اللي هو مختار زي ما هدد بالظبط. بس اللي فهمت منه يا فندم ان الحكايه مش هتقف لغايه هنا. سليم لسه هيبتدي. يبتدي بايه؟ يبتدي بايه؟ ومين اللي قالك ان اللي كلمك ده كان سليم اصلا؟ ما ينفعش يعني يبقى حد عامل نفسه سليم؟ حمزه باشا، انت اتاكدت من الرقم اللي كلمك؟ لسه، بس انا عارف صوته كويس وعارف طريقته، وانا متاكد من اللي انا بقوله هو اللي كلمني. لكن ليه؟ ازاي؟ مش عارف، بس هو ده اللي حصل. ماشي، هو ده اللي حصل. سليم بعد ما مات كلمك في التليفون وهو اللي قتل سيادة اللي هو مختار. تمام، ايه قصده بقى لسه هيبتدي؟ مش فاهم يعني الحكايه مش هتقف لغايه اللي هو مختاره بس. حمزه، انت لما كنا في المؤتمر مع بعض وبعد اللي هو مختار ما اتقتل رحت فين؟ طلعت على السجن يا فندم علشان اشوف الجثه واتاكد. قالوا لي ان غاده جت استلمتها ولحقتها. شفت جثته؟ شفتها ولا لا يا حمزه؟ هي فزوره؟ شفتها يا فندم، شفتها. لكن لكن ايه؟ احنا هنسيب شغلنا ونفضل نناقش الكلام الفارغ ده؟ فندم مش كلام فارغ. سليم هدد انه هيقتل اللي هو مختار وهو ده اللي حصل فعلا. سيادتك، انا شايف ان احنا نجيب مراته اللي اسمها غاده. غاده لا. نعم؟ غاده ملهاش اي ذنب في اللي بيحصل، وانا متاكد من الكلام ده. ليه ان شاء الله؟ بأمارة ايه؟ كفايه اللي حصل لها. ابعد عن غاده بقى. انت مش هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه يا استاذ؟ مساعد وزير الداخليه اتقتلوا على الهوا يا باشا. دي غلطتنا احنا مش غلطتها. بس ده هو. احنا هنفضل نتخانق ونسيب اللي قتلوا اللي هو مختار يهربوا؟ اتفضل روح على شغلك. وانت عايز تساعدنا اهلا وسهلا، مش عايز اتفضل، مش ناقصه ايه. على فين كده يا باشا؟ هنروح نجيب اللي ملهاش ذنب. يلا يا ابني. تعرف بقى ان انا كنت متاكد انها مش صدفه ان مختار يتقتل في نفس اليوم اللي اتنفذ فيه حكم الاعدام في سليم. بس انا اللي هو مجدي زعلان منه قوي. ازاي لما عرف ان سليم هيعمل حاجه الساعه 9 ما عملش حسابه ان فعلا في حاجه هتحصل الساعه 9؟ انا اتهيألي ان دي كانت اخر لعبه سليم فكر انه يعملها قبل ما يموت. بس صبري بيه، سليم ما ماتش. دي حاجه احنا لسه مش متاكدين منها، بس اللي مجنني يعني انك بتقول ان هو كلمك. بالرغم ان هو كلمك برضه انت اللي حضرت تنفيذ حكم الاعدام فيه. بس كده ولا كده، اذا كان سليم مات او ماتش فجابر لسه موجود. ده اللي مجنني، ان سليم هو اللي كلمني مش جابر. احنا دلوقتي قدامنا احتمال من اتنين، يا اما اللي اتصل بيه ده مش سليم، بس لازم نعرف هو مين وانتحل شخصيته ليه، يا اما سليم لسه عايش. وده معناه بقى ان الدور عليا وان المساله مساله وقت، مش انا اللي قتلت ابنه. محدش يدخل بيته وتنزل بالطريقه دي. ايه ده؟ ايه اللي بتهببه ده؟ انت بتعمل ايه؟ حازم، انتوا معاكم مازن بالتفتيش؟ غاده الحين يا غاده. مين دول اللي بيعملوا هنا ايه؟ معرفش. مستنييني. مستنييني يعني ايه؟ انت مين اصلا؟ يلا يا ابني انت وهو. خدوه على البوكس. ياخدوني على فين؟ خدوه على فين؟ خدوه على فين؟ يلا سيبني. انا هكلم حمزه. اياكي تكلمي. امال انا هسيبك لوحدك؟ أهلاً حمزة، أنت فين كل ده يا حمزة؟
انت كويس؟ الحمد لله تمام. ايه؟ ما قلتوليش ليه ان انتوا جايين؟ ما انا بكلمك من امبارح وببعت لك رسائل ما بتردش عليا. معلش حقك عليا حقك عليا، كان يوم طويل كده ومتلخبط وبايخ في الشغل. شغل؟ شغل ايه تاني يا حمزه؟ انت مش كنت سبت الشغل ده خلاص؟ عليا هبتكلم معاكي في الموضوع ده بعدين. معلش يا رفت انا تعبان قوي محتاج اخش اريح شويه. اه طبعا سيب الراجل بقى على راحته، وبعدين طالما اطمنتي عليه يلا بينا احنا بقى نروح. لا انا مش هروح، انا هقعد شويه. كده كده ايمن نايم مش هينفع ننزل بيه دلوقتي. زي ما انت عايزه يا علي، زي ما انت عايزه. لا مؤاخذه رفت، بعد اذنك. اتفضل. سيبي عربيتك وتيجي تركبي معايا. هسألك على البيت على طول، مش عايز تسيب عربيتي هنا. باشا باشا حضرتك نسيت الحاجات دي. اشكرك على خير، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، ربنا يخليك.